بسم الله الرحمن الرحيم. ضبط الخلفية والألوان، نختار تبويب بلاير تابلت، نضغط عليه يظهر لنا الشاشة. من هنا نقدر نختار الثيم أو المظهر العام للاختبار زي ما بيظهر تحت عندك. تقدر تختار شكل من الأشكال الكتير جدا الموجودة عندك، تقدر تغير أنظمة الألوان المستخدمة، تقدر تغير الخلفية لو حابب تحط صورة مختلفة، تقدر تحط خلفية صوتية. من هنا نقدر نعمل تغيير لغة الأزرار اللغة العربية مثلا. نجهز لو عملت التعديلات دي قبل كده وحفظتها في ملف اسمه اللغة العربية، لو ضغطت كده هيبدأ يغير لي زي ما تشوف دلوقتي سبميت لإرسال وهكذا. دي من خلال تبويبة التمبلت. التبويبة التانية اللي هي اللي اوت، بنتحكم في شكل أو طريقة ظهور الصور والمحتوى اللي في موجود في الأسئلة. فمثلا بيقول لك عايز تحدد أو عايز تخلي الصورة في اليمين ولا في الشمال، وعايز تظهر الاختيارات في عمود واحد ولا في عمودين. هنا مكتوب question one of one، يعني احنا دلوقتي او انت دلوقتي في السؤال الاولاني ومن عدد الاسئلة في كذا الاجمالي، تقدر تخليه يظهر بالطريقة دي او ما يظهرش او كده اللي انت عايزه. ومن هنا نقدر نظهر الوقت او نخفيه او التايمر. والجزء ده بتاع display settings بنقدر نحدد الحاجات دي بتظهر ولا، اللي هي الكويز تايتل اللي هو ده، والاوتلاين اللي هو تحت ده اللي هو بيجيب لك كل الاسئله الموجوده في الاختبار لو حبيت ترجع لها في اي وقت اثناء اجابتك على الاختبار. question type يكتب لك المالتيبل تشويس ولا ايه نوع السؤال. والquestion flag العلم ده، العلم ده بنستخدمه وانت بتحل الاختبار لو حبيت ترجع تعلم سؤال عشان ترجع له بعد شويه، فانت بتضغط عليه كده. فهنا عايز تظهره ولا مش عايز تظهره، تمام. عايز تظهر الايكون بتاعت البرنت والاوديو ولا لا، وهكذا. بعد ما تخلص كل الاعدادات اللي انت عملتها لازم تضغط على سيف.